حياكم الله، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامين. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. انا راني لاباس والحمد لله، وان شاء الله انتم كيف. الحب الاعظم هو حب الله سبحانه وتعالى والوالدين، بالخصوص كذلك الامهات، وطبعا الزوج، العائلة والاقارب. اليوم اهدائي خاص لكل الامهات اللي نقولهم الله يقويهم ويصبرهم ويحفظ لهم ولادهم. نبداو بسم الله على بركة الله. المكونات بالمقادير المضبوطة عندكم مكتوبة في بداية الفيديو، والطريقة مفهومة. بسم الله.